السلام عليكم. السلام. فضيلة الشيخ، هل إذا فسر أحد الخلف آيات قرآنية بآيات أخرى وكان مقنعا مفحما، هل نرد تفسيره لأن السلف كان لهم تفسير مخالف لهذا؟ إذا فسر المتأخرون الآية بتفسير لم يتكلم فيه السابقون وكان لا يخالف فإنه يأخذ به، مثل تفسير كثير من الآيات الكونية بما ثبت الآن مما كان مشهورا من قبل. أما إذا كان يخالف ما كان عليه السلف مخالفة واضحة كتفسير استوى على العرش باستولى على العرش، فهذا يجب أن يرد ولا يجوز قبوله. التفسير كان في سورة يوسف بالنسبة ليوسف عليه السلام، قال السلف أنه كان وزيرا للمالية. نعم. وقال أولا معصوم لم يكن وزير المالية بل كان هو الملك، أو هو ليس الملك بل هو العزيز. نعم. لا، أما العزيز فليس هو العزيز، لأنه قال وقالت امرأة العزيز، أي صار فيما بعد هو العزيز. يمكن هذه مسألة أنه هل هو كان ملكا أو كان وزير مالية فقط. إن نظرنا إلى قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قلنا إنه وزير مالية. وإذا نظرنا إلى قول الملك يأتوني به أستخلص لنفسي، قلنا هو أيضا مستشار، مستشار خاص. وإذا نظرنا إلى تصرفه فيما بعد وقال للفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم وما أشبه ذلك من التصرفات، قلنا لعله في النهاية صار هو الملك، سواء بموت العزيز أو بتخليه عن الملك، الله أعلم. عفوا شيخ، لأنه هو لما قال اجعلني على خزائن الأرض استدل هذا الرجل بأن الخزائن هي السلطة العليا، استدل بآيات كثيرة أن اجعلني ولله خزائن السماوات والأرض. نعم. وما من شيء إلا عندنا خزائنه. نعم. فاستدل بأنها هي السلطة العليا وليس مجرد وزارة المالية. هذا غلط منه، لأن قوله خزائن السماوات والأرض المضاف هو مضاف إليه. نعم. والمضاف ليس هو المضاف إليه، فالسماوات شيء وخزائنها شيء آخر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه نفس الشيء، فالمضاف والمضاف إليه شيئان مختلفان.